طيب احنا اليوم راح نقوم بالكشف على جهاز الجنتر اللي امبارح حطيناه في الخلية للتأكد انه الملكة قامت بوضع البيض. طبعا ما صار لنا 24 ساعة، اقل شوية، بس نتأكد اذا كانت الملكة قامت بوضع البيض على ما يرام نقوم بالافراج عن الملكة بكل اريحية، ما في مشكلة. طبعا يمكن صعب على الكاميرا، ما بعرف اذا الكاميرا ممكن تبين، لكن انا راقبت الان العيون فيها وضع بيض بالكامل. قامت الملكة بوضع البيض في كامل العيون. تقدر تعمل تأمل ان شاء الله تكون، اهم شيء بالعين المجردة بتقدر تشوف انت وتلاحظ انه فعلا قامت الملكة بوضع البيض. الان ما هو الاجراء؟ الاجراء الان هو الافراج عن الملكة. الملكة هي موجودة بعدها على الجهاز. ما بقوم باي عمل، فقط بخليها على الجهاز زي ما هي وبخلي البرواز في نفس مكانه. الآن لاحظوا المسافة اللي تركناها امبارح، هاي المسافة الآن ما عاد في لها ضرورة، لأنه هذا الجزء اللي كان عامل شوية المسافة شلناه حاجز الملكات. الآن بنقوم بإعادة البراويز إلى ما كانت عليه وضغط الخلية، استمرار في ضغط الخلية من أجل إجبار النحل على رعاية البيض لحين الفقس. هذا البيض تقريبا باعتبار عمره قريب ال 12 ساعة، يعني بين 12 ساعة إلى 18 ساعة. فإحنا الآن بدنا نرجع بعد حوالي يومين لتجهيز خلية ميتمة، وبعد بعديها ب 24 ساعة بيكون البيض فقس، بنيجي للكشف ونقل اليرقات من هذه الخلية. الآن نحاول نرجع الغذائي فقط، نحاول نزيد جرعة التغذية لدى النحل. خلينا نحط شوية